وبلشت حلقة نيكست، حلقة سبيسيال جدا. أكيد شفتوا على السوشيال ميديا ضيفتنا هالقد عفوية بس أوفر ذكية، بتعرف تختار الإطلالة المناسبة، بتعرف تختار المكان المناسب حتى تغني فيه. مش من مكان بيعرف يقلب صوته بين الأجنبي والعربي، تمثيلها رائع. قد ما أحكي عن عدة قصص عندها إياها من عالم الإخراج لعالم الكتابة، لكل القصص اللي بنفتخر فيها كلبنانية. عم بحكي عن النجمة ألين لحود. ألين، هلو هلو هلو. هاي سيج، شو أخبارك؟ منيحة. هلو. أكيد جورجات وأنا رح نتشارك سوا تقديم هيدي الحلقة المهضومة كتير والستيل الرائع اليوم طالع فيه، ستيل نكست، ستيل ترندي. أول شيء شكرا لوجودك معنا. ثانك يو لإلكم، أنت بتعرف محبتك وانبسطت تعرفت على جورجات كمان. أنا بدي أقول ثانك يو لزاك عيسى اللي هو هي ستايلد مي اليوم. واو زاك. الفنان يعني ما بيكون مع وقت يعمل شوبينج؟ ما بيلحق؟ بلا لما يلاقي وقت. هلا دائما بالسفر بيكون عندنا وقت اكثر، بس انه حلو كمان يكون حواليك في اكيب ينصحوك، يكون عندهم نظره، لانه انت اوقات يمكن بتلبس شو بيطلع بوجهك، خاصه انا حدا كثير بيبقى معجوق، بقى بحب انه يكون في حدا عنده نظره يقول لي لا هيدي الشغله بتناسبك اكثر، هي احلى، هي مش هلا. يعني بتلبسي قصص مش مقتنعه فيها؟ مثلا افترضنا مثلا هذا ستيل مش لقلين لحود، ممكن شي نهار شوفك فيه؟ ابدا ابدا ابدا، لانه بيبين علي انه ماني مرتاحه. وياما اخر تكه غير وقت حس انه كله عم بيقول لي بلا بلا بلا، حس انه انا مكهربه من جوا. فلا بس هلا اليوم كثير موفق، الاوتفيت اون بوينت صراحه، كثير فريش، كثير كيوت، كثير ستايلش. شو اكثر شيء بتحبي تلبسي؟ بتحبي البانتس، دريسز؟ ليك كثير بحب القصص الكاجوال، ما بحب الكعب ابدا، بجبر حالي ان البس كعب خاصه على المسرح، بحب ضلني هيك يعني، هيدا انا، او سويت بانتس، او يعني هلا هي مش حلو، لازم اوقات تكوني فورمال لمناسبات معينه، بيكون في دريس كود معين. اكيد اكيد وبحترم هيدا الشيء، بس انه انا هيك برتاح، بحب اكون حالي. يعني لفتني شيء على السوشيال ميديا ومنزلتيه مش من وقت كتير، يعني قبل الحلقه بشوي، هيك كانك عم تحرقصينا، واذا ما قلتي لنا رح ننهار طبعا. في شيء عمل جديد ومحطه صون بقلب استوديو، يعني اكيد نيو سونغ او اغنيه جديده، خبرينه. ما حدا بيعرف. لا ليه ما فيك نيو سونغ، نيو بروجكت فيو سونغز، بس بقدر اقول لك شيء كثير كبير اذا تاكد. اول شيء رح خبرك عنه، اي بروميس، هلا عم اقولها قدام كل الناس، رح تكون اول مين رح يعلن عنه. واو ثانك يو. واكيد رح نقولها على الهواء، ونحن بنكون ناطرينها مناطره، وخاصه مثل ما فهمت انه بروجي في شيء بتغني فيه. شو هالبروجي وشو تفاصيله؟ نحن اذا عرفنا قبل الين طبعا رح نقوله. مش هيك الين؟ بتحب المفاجآت ولا دائما بتدرسي كل خطوه عم تقومي فيها؟ بحب ناس تعمل لي مفاجآت، بس انه كل شيء بيتعلق فيي بفضل اني اكون عارفه تما يصير في دعسات ناقصه. هلا ما بيمنع انه اوقات ظروف فيها تعاكسك، بس حلو انك تكون عامل حساب لكل شيء، خاصه اذا مشاريع مهمه، اذا قرارات، اذا مسؤوليات، بفضل اني اكون مطلعه يعني. بس عندك كمان وقت غير النشاطات الفنيه انك تشاركي بقصص اجتماعيه، ببروجكت، بحملات توعيه، مثلا وقتها لكرمال داء السكري شاركتي بهيدي الحمله، كمان زرعتي شجره بشجره ارز، يعني عندك نشاطات انه كمان بتشجعي على حمايه البيئه. في كثير قصص كمان معكم هادي، خبرينا اكثر كيف تلاقي وقت، كيف تنسقي؟ يعني دائما في نشاطات انسانيه، نشاطات بتفيد لبنان، التشجير كثير مهم، وانت وجه معروف والناس بتتابع وبتتاثر فيه، وهذا الشيء كثير مهم. يعني على امل انه كل حدا شافك كمان يجرب يزرع حد بيته. يعني اكيد هلا انا بقول نحن كببليك فيجرز او ناس بنشتغل بالشان العام، نحن مواطنين بالدرجه الاولى، يعني كل شيء بيعنينا، المرض، النشاطات الخيريه، البيئه، مثل ما عم تحكوا، نحن كمان معرضين انه يصير معنا اي شيء. فلانه في ناس يمكن بتعتبر انه نحن مثال لهم او بيتاثروا بشو بنعمل، لازم نحن نكون فعالين، ومش بس تناخد صور، لازم نكون مقتنعين من جوا باي قضيه بنخدمها. مثلا داء السكري، انا خالي كان مريض بالسكري، فوقت طلبوا مني ما ترددت، لانه بعرف قديش كان يعاني. الشجر، البيئه، غير انه كان بدهم ياني ازرع ارزه باسم امي، بس كمان فكره انه نحن بحاجه لتشجير، لانه نحن عندنا بلد طبيعته يعني الله خلقها والله اعطينا اياها، مش تنقعد يعني نحرق الغابات ولا نعمل كسارات. فكان اقل شيء انه كون انا من المشاركين، واي نشاط بحس من خلاله، حتى بالنسبه للحوادث السير، لانه هيدي شغله ما تكون هادي، يعني عامله كذا دعايه لكون هادي. اكيد صاير معك شيء موقف هيك تاثرتي؟ ما بعرف شفتي شيء قدامك
تهالقد الاهتمام. كلنا بيصير معنا يعني أكان حوادث بيتعرضوا لناس بيخصونا أو إشياء منشوفها على التلفزيون، منشوف أمات عم يخسروا أولادهم أو هالموت الرخيص اللي بتحسه على الطرقات. أقل شيء إنك تحس حالك معنا فيه بس تكون عن جد فعال. أنا بالنسبة لإلي ما بيكفي، صحيح اليوم عصر السوشيال ميديا وبيفيد، بس ما بيكفي تنزل تاخد صورة، لازم تكون أنت فعال بيومياتك، وين فيك تحط إنبوت بأي شيء، ما تتردد بس تكون مقتنع باللي عم تعمله. فهي كلها أمور بتعنينا كأشخاص قبل ما نكون فنانين أو سياسيين أو رياضيين. بس كمان الفنان في يعمل قصص خاصة بالبيوتي، يعني لو حتى القصص المادية كانت عالية جدا، بس منك مقتنعة يمكن مثلا فينا نشوف قليل حوض باللانجيري دعاية؟ لا ما I don't fit this profile. ما بعتقد، يعني في ناس يمكن خلقت لهالشيء، انتبه مني عم بنتقد، بس ما بعتقد. يعني بدك اول شيء عارضات ازياء لهيدا الشيء، وما بعتقد هيدا الشيء اضافي، لانه اليوم هيدا قصص كتير خاصه. يعني الامراه اللي بدها تروح تختار اصلا ملابس داخليه ما انا بحاجه تشوف حدا يعني مثلا. طب ليش بحطوا صوره الامراه دائما وهول التفاصيل؟ قد ايه بعدها سلعه الامراه لما يستعملوها بالاعلان؟ لك حسب كمان كيف بينظر للشخص، لانه هي فيها تكون اعلان عادي وانت تقطع عليه مثل اعلان البارفان، مثل اعلان اي شيء تاني. بس نظره الانسان ونيته هي اللي بتعمل فرق، والكبت اللي موجود نحن بمجتمعنا بعده هو اللي عم يعمل هذا الفرق. سوء النيه دغري اللي بتاخد الواحد على لبنان أفرق. هو البلد الاكثر شيء منفتح اذا فينا نقول بين الدول العربيه. نص نص خلينا نقول، لانه بعدك بتشوف ناس عقلاتها، يعني عندك اذا بدك التو اكستريمز، عندك انفتاح جدا وعندك تحجر بعدك بتتفاجئ انه بعده موجود للاسف. بس ايه، بس خلينا نوضح شو انفتاح، لانه كمان الاشياء اللي زايده عن حدها ما بتعتبر انفتاح. ايه طبعا. في شيء بروجي او بزنس كان براسك حابه تعمليه بحياتك وما حققتيه بعد؟ بعد في ايه، في مشروع كتير كبير بعدني شوي يعني بحسه بعيد بس مش مستحيل، يلي هو شركة انتاج تخلد اسم امي. واو. واقدر من خلالها كمان افتح باب للمواهب الشابة، اكان بالتمثيل او بالموسيقى او بالكتابة. يعني ما تكون بس شركة انتاج، تكون نوع من مدرسة حتى للفنون. من ميلة تحمل اسم صار والقطريب، ومن ميلة تكون فرصة لكتير من الناس اللي عم بيلاقوا دعم بالمجال الفني. هون في نقطة كتير مهمة ونحن حطينا كمان تنحكي عنها، في بعض الناس بيقولوا كتير بتستخدمي أو بتستغلي اسم أمك لبعض القصص، شو بتردي على هول الناس؟ ما برد، لأنه الناس ما فيك تسكتها، أكانت مزبوطة أو مش مزبوطة الخبرين الناس بتحكي، أكنت قعدت ببيتك أو كنت أكتف بدهم يحكوا، فما برد، كل واحد هو حسب نيته. ومين الأحق غير قليل لحود أكيد أنه تستخدم هذا الأرشيف، أو يمكن بعد كمان نتذكر سوا الراحلة سلوى القطريب. خلينا نروح سوا لفقرة هيك مهضومة كتير ونشوف واتس أب. بتردي دغري على تليفوناتك قليل؟ كولز أو واتساب؟ إجمالاً إيه برد. إجمالاً إذا كان تليفون حد وماني مشغولة إيه. أوكي كتير منيح. رح يكون في عنا 5 notifications من 5 أشخاص بعتين لك واتساب كلهم urgent بدك تردي عليهم. مين بتنقي بالأول شي ترد عليه؟ في عنا كارمن بسايبس، فلوران باني، سامي جميل، نادين جابر، وأمل علم الدين. بدي أحطهم بالترتيب. مين بتردي أول شي للخمسة؟ برد على كارمن لأنه صديقتي على فكرة. بحبها. كارمن أول شي، نادين جابر تاني شي، لا حقيقة للنساء الحقيقة. ايه لاحظت. لا ليك رح أعمل هيك منطق، لأنه في 3 وفي 4 بعرفهم. سو بس ضلك مذكرة أنك نقيتي كارمن قبل نادين جابر. ايه لا تمام. لا أوكي. إيه كارمن نادين. كارمن نادين. سقيمة شوي. ايه سقيمة كتير. ما شفته. طيب كارمن نادين، سامي جميل، فلوران باني، وأمل علم الدين. تركتيها لآخر شيء لأمل، وأمها كانت كتير منيحة. ايه بتجنن مدام بارعة، بس ما بعرفها لأمل. ايه ما عرفتك عليها لأمل؟ لا ما صرنا. فإنه بركي فكرته ضرب مثلا، حدا مسمى حاله مثلا. بتركها آخر شيء. يلا بسيطة. على كل حال، بتحبي كولز ولا مسجنج؟ يعني أي أزبط؟ حسب شو يعني، حسب الظرف، حسب مزاجي، حسب قد تعبانة. أوقات المساج بحسه سريع، خاصة إذا يعني شغلة مني ما بدي كتير أخذ وقت فيها، بس أوقات الكولز بيبقوا مهمين. أنت شخص مزاجي قليل، لأنه عم تقولي حسب مزاجي. أنا إيه ليكي، ما في فنان منه مزاجي.
الفكرة انه مش قصة انه بتبقي قاصتيا، بس انت بتبقي مرقة بتعب، مرقة يمكن لحظات عبالك تكوني فيها لوحدك، يمكن في شيء معصبك، يمكن تكوني مريضة، بس بعرف اعمل كنترول على الموضوع. يعني انا حدا بيعرف اذا اليوم ما له خلق على الناس بعرف انزوي، ما بخليهم يتحملوا مزاجيتي، بس اكيد ايه عندي تقلبات بالمزاج. خلينا نتقل سوا نحن وياكي لفقرة اخرى، وهالمرة التوب 5. يعني ما نطلب منك هلا في 5 public figures رح يبينوا عنا على الشاشه. رح يكون في عندكم بروجي انكم تعملوا كونسرت لتنشيط السياحه بلبنان، رح يكون ليف لاف لبنان. اوكي، رح يكون عنا نجوى كرم، مايا دياب، وائل كفوري، نانسي عجرم، مريم فارس، اليسا، وائل جسار، نوال الزغبي، عاصي حلاني، وراغب علامه. بدك تختاري 5 منهم. اوكي، وتعملوا حفلة سوا، يعني تكونوا محضرين. انت رح تكوني عم تنظمي الكونسرت. انا رح نظم الكونسرت. اوكي، اول شيء اكيد راغب علامة، نانسي عجرم، عاصي الحلاني، صاروا 3، وائل جسار، وبدي اقول له الحمد لله على سلامته. الف حمد لله على سلامته طبعا. وبعد في شخص ما هيك؟ يس، لازم يكونوا 5. اوكي. دايما عم بكع على اخر شيء. لكن نقيتي او اخترتي وائل جسار، عاصي الحلاني، رغبة علامي، نانسي عجرم، ومايا دياب. مايا دياب. استثنيتي نجوى كرم، وائل كفوري، طردتيهم، مريم فارس واليسا. لا بس اي هاف تو تشوز، يعني نوعت بين الصوت والاستعراض والتاريخ والهيك. ما اخترتي مريم فارس، وكنت معها بالموجه اللي اجت ضدها، وخاصه موجة توكوتا وتقليد شاكيرا، وما بعرف التفاصيل. ما بحب الأحكام صراحة، يعني أنا بحترم كل إنسان تعبه، شو بيعمل، شخصيته. يعني إطلاق الأحكام شيء كتير سهل، ما بعتقد حدا مخول أنه يقعد يحكم على غيره بصراحة. يعني شو بتنقي تام للكونسرت؟ أنتوا قلتوا عن السياحة، شيء خاصه بالسياحة، أنه يكون شيء كومن بينهم كلهم. حلو، عودة لبنان. ليك هو لبنان ما رح تكون عودة، أو خلينا نقول a night of hope، خلينا نقول هيك. ليلة أمل. إيه. نايس. إيه a night of hope، لأنه نحن كلبنانية دايما عنا أمل ببكرة، ولبنان عن جد دايما بيرجع بيوقف على إجري رغم كل الأزمات. حلو. من هيدي الفقرة هتوقف مع بريك صغير، بعد البريك بعد عنا فقرات عديدة ما قالكم غير تابعونا. طبعا معنا قليل لحود، أنا وجوجات، بريك صغير ومرجع، ما تروحوا لبعيد. ورجعنا بعد بريك، تحية لكل اللي بلشوا يتابعونا من هيدي اللحظة، جوجيت وأنا متابعين أكيد بحلقتنا، ومعنا النجمة ألين لحود. ألين هاي عن جديد. هاي ساج، هاي جوجيت. جهزي للسرعة الماكسيموم، يعني قد ما فيك تسرعي طبعاً. رح نجرب يعني. عندنا فقرة رح يكون فيها أسئلة جداً سريعة اسمها كاتشب. أوكي. برأيك ألين فنانة لبنانية بتستحق الدعم أكثر؟ سيرينا شوفي. نايس. أكثر دور نافر كان لابق لك بالتمثيل بتعتبريه؟ هو كان مسرحيا بنت الجبل، بس تلفزيونيا بعد حاسة بعد ما انعرض علي الدور اللي بيبرزني مزبوط. إذا كنت من لجنة حكم تكريم لمرأة العام، امرأة العام عفوا، لمين بترشحي هيدا اللقب؟ رندا كعدة. ليه اخترتيها؟ مش معقول. لأنه مش معقول شو رائعة هالإنسانة، عم بحضر لها كذا مسلسل، وهون بتعرف شطارة الممثل، إنها قدرة تنسيك شخصية وقت اللي أنت عم تحضرها بشخصية تانية، وهيدا شيء كتير قليل عم بيصير، في ممثلين بتحس عم بيكرروا حالهم، هي لا. حضرتيها بالموت؟ إيه طبعًا حضرتها، وعم بحضرها بثمن كمان، رائعة رائعة. سينما هردباشت كمان. بعد ما صار لي أحضر الفيلم، بس سمعت كتير أصداء حلوة، بدي أروح أحضر. لازم نحضره. كم شخصية عندك؟ اوش كتير. انا وشخصيات المتعددة. اكتر شخصية ظاهرة شو هي؟ الخوطة. الخوطة الواضحة يا قصدي. طيب شركة انتاج درامية ولا مرة تواصلت معك وعبالك انك تتعاوني معهم، يمكن بموفي او يمكن سيري؟ ايجل فيلمز. كيف علاقتك انت وماجي بغصن جمال سنة؟ كتير كتير بحبهم وبحترمهم، بس ولا مرة اشتغلنا سوا، يعني ولا مرة اشتغلت مع ايجل فيلمز. واو، حلو تكون في يعني دور رائع لألين. يا ريت. قد ايه معك مصاري؟ بخصك. ايه بعرف انه بخصك. ايه شكله كثير كثار، هو اللي بيقول ما خصك يعني معناتها شو؟ يعني في كثير، كثر خير الله. بسرعة انا جاوبت. ما بصيب بالعين، بس بتأمني بصيبة العين؟
صرت ايه مؤخرا صرت مع الوقت الواحد بيكتشف بيكتشف القصص بتصير الصيبة. طيب أكثر ساعة بالنهار بتحبيها؟ بحب كتير بعد الظهر لأنه ساعة رواق بعتبرها، لأنه أنا حياتي ضجة وعجقة وخفقة وركض بركض، بعد الظهر دائما عندي بين الأربعة والخمسة هيك بروق شوي. يعني نايت بيرسون ولا مورنينج؟ أنا I'm a night person big time not a morning person، مع إنه أنا بوعى كتير بكير غصب عني. أوكي. كلمة بتعصبك؟ طولي بالك. شو هالكلمة؟ أو يا حدا يقول لك علي خاصة بيقولوا لك يا بالوقت اللي أنت مش بحاجة تسمعها، يلا ماشي الحال طولي بالك بيعلى الشارج زيادة. كلمة قالت لك إياها أو جملة سيدة فيروز من بعد وفاة والدتك سلوى القطريب وبعدها هيك بتعني لك، يعني بتفكري فيها على طول؟ بيعني لي كثير اتصالها اليومي، كان بيعني لي كثير إنه طمنيني حبيبتي وان شاء الله خير وصلواتها وكيف تتمنى لأمي انها تقوم بالسلامه، اللي بيعني لي اكثر من الكلام الحنيه اللي فرجتنا اياها بفترتها. بس اعطينا هيك شي جمله هيك كثير كانت مؤثره عندي. بتذكر انه قالت لي، لانه بتحبها كانت لسلوى كثير، قالت لي الله يقومها بالسلامه وترجع لنا بخير، يعني قالتها اكثر من مره وحسيت فيها حنيه الام عم بتقولها، مش الفنانه اللي اكيد يعني هي ست فيروز قيمه كبيره، بس حسيت بصوتها في حنيه ام. قالت لك صوتك حلو؟ لا لا ما صار في كل القصص يعني. لا نحن ما في يعني ما صار في لقاء، وبفترتها كان الموضوع خاصه بالوضع الصحي لامي. صحيح. علامه على 10 لفقدانك للسيطره لما تعصبي؟ 8 على 10. تمام. هلا صاروا 8 من شي سنتين 10. 10 اكيد. طيب نصيحه للناجحين السوريين بلبنان؟ لك الله يساعدهم اول شيء، ما حدا اكيد بحب يتهجر من بلده، بس انا بقول اللي قادر صار يرجع على بلده وبيحس انه المنطقه اللي هو بينتمي لها رائد فيها الاوضاع، ليش ما بيحاول يقوم بهذه الخطوه؟ انا مش عم اقول هون من ناحيه لا انسانيه، مش على الغربه. لا لا اكيد مش على الغربه اكيد، ونحن بنعرف نحن من اكثر الناس اللي عندنا ناس تغربت وتعذبت بالخارج. صحيح. فاللي قادر يرجع على بلده وفي امكانيه انه يكون في سلام مطرح ما هو بينتمي، ليش لا؟ يعني المحاوله بتحرز. رجل سياسي لبناني بتحبك بفكر؟ زياد بارود. واو. لانه ما عنده طمع بالكرسي، هاي شغله مش ممكن انسيها كيف تنحى وقتها عن مصلحته الوطن. طبعا 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 واضح جدا. ثلاث صفات بحبيبك تيكون في بالاول. اذا كان في اول شيء ما يكون معقد، لانه ما في حدا برايك مش معقد؟ لا بس عقدي عن عقدي عقدي بتفرق يعني قد ايه قويتها للعقد يكون شوي متصالح مع حاله زياده على اللزوم. صحيح صحيح. ما يكون كريم معقد. اكيد كريم. يكون كريم ويكون كثير مهضوم لانه كثير بحب اللي عنده روح النكته او سريع البديهه. اكيد طبعا طبعا. بتحبي اكثر صوتك بالاجنبي او بالعربي؟ حسب الغنية. هلا مؤخرا صرت حب صوتي بالعربي، قبل ما كنت حبه أبدا لأنه أنا بلشت وتأسست على الموسيقى الغربية، بس بعدين في بعض الأغاني اللي صرت استلذ أنه غنيها بالعربي، فإذا بدك حسب شو هي الغنية وكمان حسب المود. مع أنه آخر فيديو لإلك ستوري كان غنيتي قمرة يا قمرة كان كتير حلو وتفاعل الناس معي كان رائع. فعلا جدا فعلا من روائع السيدة فيروز. أنت بأسرة بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا، بس بدي أقول أنه قليل لما تنزل كل العالم بتعرف بأي شيء أو أي فيديو. آخر مرة ضحكت فيها من قلبك أي متى؟ من شوي بالكواليس مع زاك. ايوه والخبرية شو كانت؟ وزاك شو قال لك؟ هو زاك كاركتير يعني صراحة مش ضروري يكون في خبرية، بيحكي مع حاله زاك بيحكي مع تليفونه وبيحكي مع الحالة اللي بيكون فيها، فأوقات بيكون في ناس وهمية حواليه يعني. بيكون في ناس وهمية أو بيجاوب خيال معين وأنا بطل موجودة يعني كأني أنا مش موجود، كثير بضحك لوحدي يعني أنا في مشهد قدامي. تحية لزاك طبعا. رح ننتقل من هيدي الفقرة لفقرة وهم. هالمرة فقرة وهم يا ألين، أنت بتنوهمي أوقات بيطلع عبالك تنوهمي تقولي مثلا هي حقيقة بحبها عبالي تكون أو يمكن ما تكون؟ لك أنا حدا بيكتب، فأوقات يمكن كل شيء بتخيله بحوله لحقيقة على الورق، يمكن لأنه بالواقع بحس أنه بعيد أو معقول ما يصير، فبحب بحب اعيش بوهم معين، بس بضل واعي انه هذا هذا وهم بالنهايه يعني. طيب رح نروح لفقره وهم، رح نشوف صور رح نطلب منك تربطيهم بقصه وحده او ستوري وحده. رح اعطيك اياهم قدامك كمان مكتوبين. اوكي. يعني القصه بتبلش بالصوره اللي بدك اياها وبتتابعي بالصور تتخلص القصه بيخلص الصور.
اختراع وهم شو ما كيف ما قلت ربطيهم ببعضهم اي طريقه خدي وقتك اكيد رح تقول لك كمان جورجات شو هن الصور رح نبلش في عنا شركه روتانا عنا كفوف سكين في عنا الاكستينجويشر في عنا موتو في عنا شخص عم بفكر هيدا التفكير أوكي. سلم سعد الحريري في عنا حبل ادي مع عبير معلوف عبير نعمة عبير معلوف عبير صديق غابة عم تحترق مجلس النواب وجوزيف عطية اوكي واو حلو في حبل تربطيهم سكاكين ما بعرف شو بدك تعملي موتور اوكي يعني لقلك فقرة وهم ما بعرف كيف رح تطلع الستوري ايه واو عن جد ولايف ايه ادي معلوف بيكون بمجلس النواب بيقطع سعد الحريري على الموتو تياخده بيقول له بدنا نروح نحضر حفله لعبير نعمه يلي بهذا الوقت بتكون مع شركه روتانا عم بيحاولوا يعملوا كونترا هي وعند روتانا بتتلاقى بجوزيف عطيه لابس كفوف لانه بردان وبذات الوقت بيقول له بدنا ناخذ الاستنجويشر لانه سمع انه في حدا حرق الغابات تيروحوا يطفوا الغابه مع بعض بيوصلوا بيلاقوا شخص عم بيفكر هونيك بيشكوا انه معقول يكون هو فبيربطوه بالحبلة وبيلاقوا في سلم متروك تحت واحدة من الشجرات فبياخدوها تما بقى يعربش على الشجر ويولعون واو 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 يعني انست وفكرت وهم وافترعتيها بلحظتها وبتقولي يا ريت بتصير يعني فينا نجملها شوي كلها حلوة بلا الحرايق يعني صح فينا نقول طيب من هيدي الفقرة وثانكيو الين وسرعة البديهة اللي عندك اياها يعني بحقيقه كثير بنروح قبل لفقره تيك توك تايم لنعرف شو رح تعملي لنا بهيدي الفقره الحلوه كثير تيك توك هالمرة فقرة تيك توك ما بعرف بعرف انه انت شخص هلا يمكن صوته عم بيرجلج لانه عم تقطعي بملادية اللي هي المرشحة او شيء يمكن هو صراحة عملت تركية تعرف على التعب والحفلات وتغيير الطقس عم بعمل نوع من حساسية فكل فترة وفترة بينبح الصوت بجرب ريح يعني اول ما عرفت هيدي التفاصيل وخبروني رح نجرب بدنا منك بشكل كتير سريع وبمدة دقيقة لدقيقتين ماكسيموم تجمعي اغاني وهيدي الاغاني حتكون بكذا لغة أكيد للناس اللي بعد ما بتعرف وأكيد كل الناس بتعرف أنه ألين بتغني كذا لغة رح نشوفهم هيك ميكساج إذا بتقدر طبعا بدي ما بعرف كيف بدها تطلع معك بس بدي أقول شغلة أنه بتقدروا تتابعونا على تيك توك على أوفيوز وأوريفيوز أوفيوز كل شيء أبديتد على الأو تي في أو كل شيء جديد وأوريفيوز كل شيء يمكن هيك مقاطع ما تصنيكم تحضروها بترجعوا بتشوفوها على أوريفيوز أنت ما لك نشيطة كثير على تيك توك على فرقة بس نحن بندعيك انك تفوتي على هالتطبيق اكثر ونشوف قصص لانه بيلبق لك اخواتك خرج تيك توك ببعض المطار يعني تيك توك الكلاس مش تيك توك اللي عم نشوفه بعض الاوقات رح اعطيك الكاميرا اكيد لك مع المخرج ربيع الحلو ونفس والغني والغني مكساج لك بس انت بتقلي خلصت الدقيقه ما تعتلها اوكي شو كيف بدي ظبط لحد اللغات انا اوكي Sodo fado como sai la chante mi cantare Bésame, bésame mucho Ay del ruba que t'nace mi la Je t'aime comme un fou, comme un soldat Amara, ya amara Abad fi Adet it my way Do in samar si roak pur Yeske zamar kut se vo chin Shubad bada gane sarot mene Hende atayt? Eh atayt! Atayt hende bishwa eh? أوي نما شو كدم صاروا تسعة شو بعد ما جاب ما جاب عشرة Oh my God Thank you علي الأخوذ Wow Thank you حلو شخص يكون مثقف حلو شخص يعرف لغات حلو شخص يكون صوته بيبرم على كل الأصوات على كل الأغاني خلينا ننتقل سوا من هيدي الفقرة لأي فقرة فقرة عشرة على عشرة على عشرة هالمرة بهذه الفقرة رح نسلمك مفتاح بناية، هالبناية هي لإلك. اوكي. ورح نطلب منك تنقي جيرانك. نحن اخترنا 10 أشخاص، رح تختاري منهم خمسة وأنت السادسة بهذه البناية. I'm very sorry. ليه دايما بدي نقي؟ بس إنه عبالي شوف إنه كيف ستيلك بالجيران، يعني أول شيء أنت كيف علاقتك بجيرانك؟ بعرف إنه عندك جيران.
ايه لا حبوبين كثير جيراني على فكره، في كثير منهم بعرفهم. في مزعجين؟ لهلا لا. في ناس بيشكوا يعني من اصوات الحيوانات، في ناس بتشكي إيه؟ من بعض القصص. هلا في منهم عندهم اولاد بحبوا يلعبوا فوتبول بالصالون بس انه ايه انه لو شوي بخففوا الطابه يعني بيكون احسن بكثير. اوقات بتتشهي من ريحه امراه يمكن عم تطبخ إيه؟ من شي مطرح تعمل الطبخه او ريحه الغسيل. إيه؟ نايس. في ناس بتحبي ريحه البنزين؟ ايه بحب كمان صغيره. انا كمان قومي روح تشم بنزين. طيب تنشوف مين جيرانك. رح نقول الاسماء على العالم. اوكي عنا عباس جعفر، ميشيل قزه، دارين حمزه، مارك حاتم، جوي خوري، ميكا، دنيا عيسى، عبدو شاهين، فينا غندور وفيني رومي. كلهم بعرفهم، كلهم بحبهم عن جد. ألف تحية لكلهم. عملتي لهم فولو من عندها شخص واحد اللي هو ميكا اللي بعدك ناقمة عليه؟ لا لا أكيد ما ناقمة عليه، بس مش مثاقبة عملت له فولو. أنا بعمل فولو للي بيبقى عامل لي فولو باك. شي مراجعة؟ ماي جاد. أوكي فاين. إيه وهيدا منطقي. بس صار في تواصل عن جديد بينك وبين ميكا؟ نو أبدا أبدا لا، من وقت ذا فويس لا. طيب وما سألنيكي كمان بالسابق عن فلوران فاني؟ ايه كمان ما في تواصل؟ لا ما صار في تواصل، بس كثير زعلت وقت عرفت انه اصيب بمرض السرطان، بس انبسطت كمان انه تجاوب مع العلاج لانه هو فنان كبير انا بحبه كثير وبعرف انه هلا عم يستعيد نشاطه. ان شاء الله خير يا رب والف سلامه لإله يا رب. في شيء خلاف شخصي بينك وبين ميكا؟ لا ابدا. كثير بوقت غلط يعني. كثير انحكى والاعلام عطى للموضوع اهميه اكثر لدرجه الفانز تبعه اوقات صاروا يبعثوا لي مسجز انه ما في شيء هي لعبه وبالنتيجه كل واحد حر يختار وما قرر ينقذني بالمرحله الثانيه وذات وزت يعني خلصت خبريه هون يعني. انا ما اخذت الموضوع على اكبر من ما هو، بس الناس بتعرفي بتحب تتسلى بموضوع بيكون اخذ ضجه بوقتها يعني. بتحبي تعملي حفلات بفرنسا وعم تعملي شيء في شيء جديد؟ اكيد بحب وفرنسا بلد انا عشت فيه يعني، مش هيك بحس حالي انه وقت بروح لهونيك ما بضيع، بحس حالي كانه ببلد الثاني دائما. انا منفتحه لاي عرض بيجي اذا كان ملائم اكيد. طيب تنشوف مين جيرانك؟ غنى اول شيء. غنى غندور بحبها كثير. لغنى اي لاف غنى. جوي خوري كثير بحبها. جوي مهضومه كثير كمان. توني عيسى ابن ضيعتي اكيد. عبدو شاهين كثير بحبه. يا الله دائما على اخر اسم اصعب. اخر اسم بس كمان تيكون في هيك جو من المرح عباس جعفر لانه اكيد بده يسلينا ويضحكنا بالبنايه. نايس. حبيت 100%. وقت تعوزي شغله شو معقول تطلبي من جيرانك؟ حامضة مثلا اخر الليل؟ شو معقول عوز اذا تك الهاوس مثلا؟ لو حدا بينزل هي مين رح تاخذي بيناتهم يعني؟ عباس رح تنزلي؟ عباس برايك رح يلبي الطلب؟ ما بحس بيقول لي لا. ما انا بقول لك لا. قالين يعني عصر الكوميدي خلص ولا لازم نعمل كوميدي بهالاجواء؟ عصر الكوميدي ما بيخلص، بس عصر الرقي بالكوميدي بلشنا نستفقد له برحيل الكبير سامي خياط اللي انا برجع بعزي عائلته وبنته سابين صديقتي وهو صديق للعائله. بحس انه بنشتاق للرقي بالكوميدي، فاللي بقوله انه عندنا كثير مواهب، عندنا كثير ناس عندها بوتنشل، بس يا ريت بيرجع بيعلى شان الكوميدي. وعم بحكي خاصه بالمسرح الكوميدي انه هلا ما في شك عندنا جورج خبازي اللي هو حاله خاصه، ولكن انه بنستفقد للرقي بالكوميدي يعني، مش كل شيء يكون مبتذل تيضحك العالم يعني، مش بس جنس او سياسه او اشياء فيها مسبات تنضحك يعني العالم. عم بت اذا فينا عم تتنمري على بعض الكوميديه مثل ماريو باسيل؟ لا ما عم بتنمر لك، انا ماريو بحبه كثير وهو بيعرف، بس انا عم اقول انه حتى بالخارج انتبه يعني، حتى بفرنسا عندك كوميديانز كتار، في منهم كمان مبتذلين او في منهم بيحبوا يروحوا على الشق الجريء اكثر. بتحس انه حتى بالخارج رغم الانفتاح الناس بتفضل ناس مثل جاد المالي اللي ما بيركز على الامور الجنسيه او على الامور السياسيه، بفوت على اشياء اجتماعيه اشياء عائليه. انا بحب انه هيدا الموضوع يرجع، بس عصر الكوميدي ما بيروح اكيد. في عندنا حدا هيك غير جورج خباز؟ فادي رعيده. فادي رعيده رائع. رائع جدا. كلنا مشتاقين يرجع. هلا في من فتره لفتره بيعمل الشغل تبعه. ليك ذكي كثير فادي. فادي عامل لحاله هيك مطرح وحاله معينه وما بيطلع على الاعلام، وهيدي بعد قوته اكثر يعني، ما اتكل على مقابلات او على سوشيال ميديا، عامل لحاله مطرح والناس بتقصده، وهيدي قوه. هيدي قوه مزبوط. انا بعتبرها. والكاركترز مع انهم بيتكرروا بس ما فيك غير ما تضحكي بكل مره. لانه هو بيجدد فيهم حتى بمواضيعهم بيجدد. في فتره فكرت فيها بالهجره مثل ما بنعرف. بعدك بتفكري فيها؟ وليه فكرتي باثنائها؟
بوقتها كنت حاسة انه ما بقى عم لاقي مطرحي هون، وكتير ضاقت فيي الدنيا وقت الثورة، يمكن وقت الثورة، وقت كورونا، وقت أزمة البنوك، كل شيء، لأنه نحن بتعرف شغلنا بيتعرض أول شيء لأنه يتوقف من وراء الوضع. وحسيت انه انا حدا عنده كتير طاقه، ماني قادره اقعد واتكتف. فانفتحت لي مجالات بالخارج، وانقبلت بكذا جامعه بين فرنسا وبلجيكا، وقلت بركي هذا الشيء بخليني افتح محترفه انا للمسرح بالخارج. ومنه بصير روح واجي، يعني مش انه فل نهائيا. انا كل هدفي انه اقوي حالي بالخارج تارجع اقوى على لبنان، لانه بالنتيجه نحن مرجعنا هو بلدنا، بس بنحب دائما نطور حالنا تنرجع احسن ان شاء الله. اكيد شو بتقولي لكل شاب لبناني او صبيه خارج الوطن وعم بيحضرونا هلا؟ الف تحيه لكم، واهاليهم يمكن كمان عم بيحضرونا وعم بيتذكرون، شو بتقولي لهم؟ بقول لهم الله يقويكم، لانه بعرف منا هينه، بس بعرف انه انتم اللي عم تعملوه هو لتامنوا مستقبلكم ومستقبل عيالكم هون، بس ان شاء الله بيوم من الايام انكم ترجعوا، لانه هذا البلد اكيد بحاجه لكم. ان شاء الله يا رب. اكيد الين كمان نحن هلا بعالم الغناء، بعدك مستمره وبشكل كتير قوي، وين بنقدر نحضرك بهالفترات؟ عم كون بكذا مطرح صراحة، الأسبوع عم بيكون معبى الحمد لله، عم كون كمان عم بتوزع بالمناطق، يعني في بولانكو بدبي، في برين بمرمخايل، في ناو ببيروت، في كوري بالبترون، عبر الفقر. عم كون بكل المناطق. أنت سألت. أوكي، لا لا هيك عم نستفسر يعني، لا سألناك قد ما معك مصاري ما خصك. أوكي فاين، هلا تأكدنا. كله أعمال خيرية. كله أعمال خيرية. ما بلشنا بالأعمال الإنسانية بأول الحلقة، أقل شيء أكيد. 100% All the best لألك أكيد آلين، ويعني ما في الواحد يروح يحضر عن جد وما يستمتع بصوتك وبحضورك. مرسي كتير، أنا بدي أشكركم لأنه أعطيتوني طاقة كتير إيجابية، وأنا ما عم بطلع كتير مقابلات، بس أنت بتعرف محبتك وانبسطت عرفت على جورجي. بس آخر سؤال بدي أسأله قبل ما نختم حلقتنا، يعني اليوم ألين كاتبة سيناريو جاهز؟ اليوم إذا أنا شركة الإنتاج وبدي أنتج، شو ستيل السيناريو كاتبتيه أو كم سيناريو حاططيه؟ قديش جرور مليان؟ في جرور مليان، في سيناريو شبه رح يخلص كمسلسل، في فيلم كمان جاهز، في كتير اشياء محطوطة على جنب، في اشياء ما كملتها، وفي اشياء اذا بدك الهيكلية جاهزة. حلو. واكيد قادرة اعرض على كتير شركات انتاج، بس يمكن ناطرة الوقت، ويمكن كمان فكرة خيار الممثلين عم بيكون عائق، لانه عم نعرف انه حتى شركات الانتاج اوقات مش هي اللي عم تاخذ القرار النهائي، عم بتكون محطات التلفزيون هي عم تفرض. انا بس بدي اقول شغله، انه انا كثير مع تشجيع عوده الدراما اللبنانيه، لانه نحن كثير بحاجه لممثلين لبنانيين نرجع نشوفهم، مع اكيد محبتي وتقديري للبان ارب، بس كمان بالدراما البان ارب نحن بحاجه لوجوه ثانيه نشوفها اكثر ترجع على الشاشه، لانه عندها طاقه وعندها مواهب واشتاقت الناس انها تحضرها. مين الثنائي البطل اللي بيلبق لألين لحود؟ شاب مثل انا وياه، ليك بدي لك شغله، في كثير انا اشتغلت معهم، بس في صديق لإلي بعد ما مثلت انا وياه كثير على بالي مثل، هو كارلوس عزار. كارلوس؟ ايه كثير على بالي اعمل شيء انا وياه عن جد، اكان على المسرح او بالتلفزيون. انت رفقه مع توني عيسى وكذا وبديع ابو شقره وكذا، كلهم اشتغلت معهم. كارلوس لحظه، توني اشتغلت معه، بديع اشتغلت معه، باسم اشتغلت معه، يوسف الخال اشتغلت معه، كارلوس بعد ما مثلنا سوا. مش معقول دغري تخرجيها للشغله الحقيقه. الكوع جاهز. طيب شو النوع يعني اللي عم تكتبيه؟ في شيء معين ولا بتروح مثلا في رومانس، في فيكشن؟ هلا مركزه على الرومانتك كوميدي، لانه حسيت انه العالم بحاجه تفرح وبحاجه لشيء لايت. انا كتبت شريعه الغاب يلي انعرض من فتره، كان درامي وحقيقي واجتماعي وواقعي. اليوم حبيت انقل على شيء فرح اكثر، خفيف اكثر، بس فيه دائما رساله انسانيه من خلاله، بس عبالي الناس هيك تحضر قصه حب وتحب هي كمان وتتحمس. حلو حلو الحب، ما في احلى. اكيد. اخر سؤال، انا اخر سؤال، مين اللي عبالك انه نرجع نشوفه على الشاشه صار له مغيب فتره؟ يوسف الخال. يوسف انا يوسف الخال ونادين الراسب صراحه، اثنيناتهم واذا بيكونوا بعمل بفرد عمل بيكون بحس ثنائيه رائعه. اقول لك اكيد النجمة ألين لحوت، كانت حلقة كتير حلوة معك، ودايما كل حلقاتك معنا بنكست عم بيكونوا مميزين من سنة لسنة. شكرا لك عن جديد. ثانك يو لكم، انا كتير مبسوطة كتير. مشاهدينا اكيد بدي اتشكر ابو ماتريكس على الملابس، شكرا ابو ماتريكس دايما على الستايل الرائع اللي بتحبوا تميزوني فيه، وكمان بدي اتشكر هشام حداد باربر شوب على تصفيف الشعر. كمان انا بدي اشكر وي ستايل صالون بيروت، توني غنيمة وجيرار اوبرس على الهير ستايل. هذه هي كانت حلقتنا، بكرة معنا الشيف أنطوان وحلقة حلوة كتير. I love you all.